اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلى نور الهدى كف الورى مصباح الظلم جميل الشام كف الظلم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صدره وسدرة المنتهى مقام وقاب القوسين مطلوب والمطلوب مقصود. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين. صبري يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله صبري يا رسول الله يا حبيب الله رحمة للعالمين. راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي العالمين إمام القبلتين وسيلتنا يا رسول الله. صبري يا رسول الله يا حبيب الله هزاروں کا مجمع ہے سب پر یہ اونچی آواز ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسیلتنا الى اللہ فی الدارین
صاحبي قاب القوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. يا رسول الله يا حبيب الله رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين. يا رسول الله جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا نور من نور الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله في داك أبي يا نورا من نور الله يا نورا من نور الله يا أيها المشتاق بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشفت جاب جماله يا رسول الله يا حبيب الله طالع البدر علينا من تنيعك الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للبيت يا رسول الله يا رسول الله رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا اننا في بحر غم مرض حياتي تاهل لنا اشقالنا يا رسول الله بلغ الولى بكمال شفت جميع جماله حسن الجميع إصاله صلوا عليه وآله يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الهدى فزرت طريق قصة مختصر يا رسول الله صبري يا رسول الله يا رسول الله يا حبيبي